يوجد مخللات مكتوب عليها مخلوط بالخمر الأحمر. على كل حال الأطعمة التي بها شيء من الخمر إن كانت تسكر من يتناولها ولو أكثر منها فتكون محرمة، وإذا كان لا يسكر مهما ولو حتى كالبرميل مخلل، إذا كان لا يسكر فهذه تكون على أصل الحل، لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن بعد هذا السوق مليء بالمخللات، ما الذي يلجئك إلى هذا النوع بعينه وتشغل وقت المفتي وتشغل نفسك وتكدر ذهنك بهذه الأسئلة؟ لو وفرت وقتي ووفرت وقتك وخرجت من المختلف فيه إلى المتفق عليه لكان أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشد.